شيماء، يعني أخيرا كده، نفسك في إيه في عالم التمثيل؟ يعني في ناس بيكون حلمها دور معين هي عايزة تعمله، في ناس حلمها إنها تقف قدام فنان معين، ناس حلمها إنها تشبع رغبة جواها أو تشبع إحساسها من عالم التمثيل كله، أنت نفسك في إيه؟ انا نفسي دلوقتي بعدين ان انا مش هقول لك اعمل دور واحد بس لو هو دور واحد فيبقى الدور ده بعد ما انا امشي واختفي لاي سبب حد يجيب سيرتي كفنانه ان الشخصيه دي اتعملت من شيماء القاسم، مش طلعت كشيماء، لا هي عملت شخصيه زي ما بحكي لك على احمد زكي. عايزه تاريخ يعني بصمه الشغل. هو ده اللي يهمني واللي خليني اصلا امثل، ان انا بره لما بقول صاحب بالين كذاب، انا لو انا كنت محاميه، لو انا كنت دكتوره، لو انا فعلا ببقى بالحاله. بتغير كليا، انا ما اعرفش ازاي ده بيحصل، بس بفصل تماما ان انا بعمل ايه في امتى يعني. فلما حسيت ان في كاركترز كتير كده جوايا وفي لخبطه والناس بتتلخبط، حقيقي الناس بتتلخبط، انا ده بستوعبه، لكن ما بيفهموش يعني ايه تكوني مثلا بتدرسي قانون وشريعه وحاجات كده وبتمثلي وممكن بتلعبي كذا او بتطلعي مذيعه، انا بفهمه لكن الناس مش بتستوعبه. فقلت هو ده اللي يروح التمثيل. انا هعمل التمثيل. بقى كل الكاركترز دي بالتمثيل. دي مساحتي بقى يا جماعه. شيماء ادوني الشخصيات. نورتينا جدا جدا مرسي. جدا انا بشكرك ويا رب كل التوفيق ليك ان شاء الله وكل اللي نفسك فيه تحققيه، وهنستناك ان شاء الله رمضان اللي جاي نتفرج عليكي ونشجعك يا شيماء. نورتينا جدا. ثانك يو.